اللي لازم الناس كلها تركز فيها والبنات والرجالة الشباب ياخدوها كنصائح مهمة في الفترة اللي جاية؟ عدم التعرض للشمس في الفترة الخطر اللي فيها الأشعة الفوق بنفسجية خطر، يعني لحد الساعة 4، نقدر من الصبح لحد 10 الصبح، ونمنع التعرض من 10 ل 4. نبقى معانا في شنطتنا حاجة للهيلينج أو لما يحصل حرق الشمس، لأن حروق الشمس دي بتسبب تجاعيد مبكرة، بتسبب سرطانات، بتسبب بقع، فده حاجة مهمة قوي. في حاجات الهيلينج دي مهمة قوي ونسأل عليها الدكتور. السبراي اللي احنا قلنا عليه اللي هو الثيرمال ووتر اللي بيعوض جلدي بالمية المعدنية، لأن أنا ممكن أوصل لضربات الشمس. طبعا ده كله لازم يكون معانا قبل ما نروح شم النسيم أو المناسبات اللي جاية في الساحل أو العين السخنة. طيب قيمة شرب الماء للبشرة مهم جدا، مش أقل من 3 لتر كل يوم للبشرة وللشعر. والناس بتنسى الميه، احنا ممكن نحسب معاها الشاي واليانسون والكلام ده، بس الميه مهمه جدا، بالذات الناس في مصر. احنا بنلاقي في عاده عند الاجانب كويسه قوي، دايما شايلين ازازه ميه في ايدهم. فاحنا يعني انا دايما اقول للبنات اعملوا كده، وانت خارجه من بيتك شيلي ازازه الميه في ايدك عشان ما تنسيش شرب الميه. دلوقتي بقى في كريمات برضو مرطبه بتعوض الجسم بالميه، فدي ممكن احطها اول ما اخد شاور او اطلع من البسين ولسه الجسم مبلول، نبتدي نحط الكريمات دي هتعوضنا شويه عن الميه. البيض قوي كان زمان بيعملوا بيشه هنا كده في الوش، دلوقتي عايزين يعملوا تاني. لا تاني ايه؟ البيشه دي حلوه اللي هي هي انت عارف ان في امريكا دلوقتي بقى في المؤتمرات يعملوا لنا الشمسيه والكاب والبورنيطه، دي حاجه مهمه جدا، رجعوا للكلام ده كله تاني. دي زي نظام البيشه يعني، ده واقي شمس بس فيزيكال. الواقي دلوقتي الكريم بيبقى فيه فيزيكال وكيميكال، فانا حتى لو عايزه اقوي واحده قوي من الشمس، لو مثلا بيجي لها بهاق في وشها فهقول لها ما تعرضيش للشمس، هتحط سان بلوك وتمسك شمسيه او تلبس كاب طبعا، لان ما عادش فيه بيشه والكلام ده. فمهم قوي واقي الشمس، مهم قوي. العطور المضروبه والحاجات اللي حتى العطور الاوريجينال ممنوعه ممنوعه على الوش او في الرقبه، لانها ممكن تعمل كونتاكت ديرماتايتس او التهاب في الجلد، تعمل بقع. احنا ولا الديودرانت، يعني انا بعترض ان بيحطوا الديودرانت بالرول، لا هو احسن حاجه السبراي، لان انا مش عايزه برولونجد كونتاكت لاي كيميكال على جلدي. ما فيش التصاق يعني البرفيوم ده مش شهر بعد ما نلبس، لكن ما نحطش كونتاكت قويه كده. في لبس خطر على البشره، لبس السنسيتك، الحاجات الصناعيه، بالذات البنات اللي بتلبس كارينا ومش عارفه ايه، ابتدينا نشوف حاجات مشاكل ما كناش بنشوفها. زي الحبوب اللي بتبقى موجوده في الظهر وفي الدراعات، الكيراتوز بايلارس، جلد الوز، ده كل ده من احتكاك الماتيريال الصناعيه مع الجلد. اهم حاجه القطنيات، يعني القطن المصري ده سبحان الله بره بيتجننوا عليه، فده مهم قوي ان احنا نستخدم القطنيات في هي اللي مباشره على الجلد. وحتى الصوف في الشتاء ممنوع، يعني دلوقتي الشركات العالميه بتعمل حاجه اسمها سيرمال. السيرمال دي بتبقى قطن برضو، بس بتبقى مقوى جدا جدا ان هي ما تطلعش اي مسامات ولا اي برد. فكل كل الملابس اهم حاجه تكون قطنيه.